بسم الله الرحمن الرحيم احبتي في الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الحقيقه كل يوم هناك اكتشاف حديث اليوم سوف نتامل معا اكتشاف حديث جدا عن التراب. هذا التراب يحوي ماده معقمه ومطهره وتستطيع ان تقتل البكتيريا العنيده التي تعجز المضادات الحيويه عن قتلها او التخلص منها التراب يحوي ماده قويه جدا دعوني اتامل معكم لقد تم اكتشاف ماده جديده في التراب تدعى ملاسيدين وهي فعاله جدا في قتل بعض انواع البكتيريا العنيده هذا البحث تم نشره في مجله نيتشر ميكروبيولوجي بتاريخ 17 2 2018 وهذا البحث ايها الاحبه يؤكد ان التراب اولا هو طاهر وفيه ماده مطهره اي فيه شفاء اذا التراب فيه شفاء سبحان الله الله عز وجل عندما خلق الانسان من تراب هذا تكريم له ليس استخفافا به بل تكريما له لانه ماده طاهره والنبي عليه الصلاه والسلام له حديث عجيب يشير الى علاقه التراب بالشفاء تاملوا معي ايها الاحبه لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمريض قل بسم الله تربه ارضنا بريقه بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا رواه البخاري يعني انظر أيها الأحبة النبي عليه الصلاة والسلام لم يحقر هذا التراب لم يستخف بمخلوق من مخلوقات الله بل أشار إلى قيمته الشفائية فمن الذي علمه في ذلك الوقت أن هذا التراب فيه مادة طاهرة أو مطاهرة وفيه الشفاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا صلى الله عليه وسلم حتى يتبين لهم انه الحق